أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإلحاد وزواج الغريب، الجزء السادس. الإلحاد هو عدم الإيمان بالله، وزواج الغريب هو الزواج من شخص ليس من العائلة وليس من القبيلة وليس من الشعب، فهو شخص يختلف منك في العمر، ويختلف منك في الدين، ويختلف منك في مهنة الآباء، ويختلف منك في طبيعة الحياة، فهو ما يسمى بالعار، لأنه هذه كثرة الاختلافات تذكر إلى العورة، وكأنه كشفت العورة منطقة الاختلاف بين الذكر والأنثى، وكأنه غيل بتجمع المختلف في عملية الجماع عند التقاء عورة الرجل وعورة الأنثى المختلفتين ليكونوا شيء واحد في الجماع. فلذلك هي تصريح وكشف للعلاقة السرية، ولذلك هي سيئة، وهي شيء شنيع وشيء بذيء وشيء أذى وشيء محرم، لأن الله قال غضوا من أبصاركم وادنوا من جلاليبكم، وكل هذه المعاني سترة، وإنه لم تكن أمك بغية، فإنه الأناس لا يبغن في مجلس الرجال، كل هذه المعاني الطيبة الطاهرة في الدين الإسلامي بينتهي منا هذا الفعل الشنيع من أعمال الزواج الغريب التي تخبر المجتمع كله. الدرويش الدار يتغرب إلى الله يسمع عن زواج الغريب، المختلفين اجتمعوا فيتذكر عملية الجماع، فيبعد خاطره من وغلبه من الله لمعاني السيئة والزنا والجماع واللواط. وكذلك الطفل البريء الصغير الذي أمه وأبوه وأولاد عم فلم يخبراه بأن المختلف يجتمع، ولا نفس قرصنه ليس له بلوغ ولا شهوة جنسية ولا يعرف كان شيء عن الجماع، فيخبر بأن فلان وفلان مختلفين واجتمعوا، فلان وفلان تزوجوا هم مختلفين، يسمع أن فلان وفلان مختلفين واجتمعوا، فينتهي من البراءة كانت في قلبه، يقول المختلف يجتمع في الناس، العورتين مختلف، البنت والولد مختلف يجتمعوا أيضا، فانتهوا من براءته وانتهوا من طفولته كذا. وأما البنت الفتاة العروس التي فرحان بها ابن عمها، إنه في هي من مجتمع مسلم وهي من مجتمع عربي، كلهم متزوجين، أغلبية كلهم زواج أولاد عم لزم في المجتمع، فلم تسمع شيئا عن المختلف يجتمع، فلا تعرف أسر العلاقة الزوجية، فيكون هو فرحان بها، إنها هي عذراء، إنها هي شريفة، إنها هي بريئة زوجته، إنه عندما يدخل بها يكون لها فرحة وسرور ويعرفها بالجماع، فيكون هو سر علاقتها الزوجية، فتكون هي ملكه نفسيا، إنه هذا الشيء الطيب الممتع الذي اسمه الجماع لم يخبرها به أحد غيره، لم يعمله معها أحد غيره، قال الله لم يطمسهن قبلهن إنس ولا جان. هذه المتعة في إن الرجل يلقى زوجته ببكارتها عذراء، لم يخطر ببالها اجتماع المختلف، داخل إلى حياة زوجية لا تعرف منها شيء في العلاقة الزوجية، فتسمع بفلان وفلان مختلفين اجتمعوا فتقول المختلف يجتمع، يعني هو حقيقة، يعني الجماع ده شيء حقيقي بيحصل. هذا الشيء العجيب إنه يقولوا عورة الرجل والأنثى يلتقيان ويكون منها الحمل والولادة، شيء لم تشهده في نفسها ولم تسمع إغرار له في المجتمع، فالمجتمع كله متزوجين أولاد عمهم، كلهم متشابهين أكفاء، فيكون هذا الزواج من فلان وفلانة مختلفين واجتمعوا يكون لها تجريح لعذريتها. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سبقك عليها عكاشة، فهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه في المسلمين حيكون في ناس حيخشوا الجنة من غير حساب، دون حساب، إنه أول ما يبعثوا في الآخرة يأخذ بهم الملائكة ترحابا إلى الجنة دون سبقية حساب مع الله، ولا عملت ولا يشهدون يعني أذى يوم الحساب. فهو شيء جميل وأعظم شيء ممكن الإنسان يسمع عنه، إنه يدخلوه الجنة دون حساب ولا اضطراب في إنه احتمال يخش النار، حتمية دخول الجنة. فعجبت
الصحابة هذا الكلام، وكان في صحابي اسمه عكاشة، فقال للرسول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا منهم؟ فقال له: أنت منهم. يعني فقام صحابي بعده قال: أنا منهم؟ فقال له الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: سبقك عليها عكاشة. فنفس الشيء، هذا الفلان وفلان اللي بيتزوج وغريب مختلفين اجتمعوا يسبقون الرجل على زوجته. هذه الفتاة الجميلة العذراء عندما يأخذها ابن عمها إلى شهر العسل ويقول لها: حتيتحقق مناك وحيتحقق حلمك، يعني والفكرة الجماع الجميلة، إنه هل هي حقيقة بتكون يعني أنا أشهد لك بحقيقتها، وإنه الدنيا فيها متعة وفيها خير يعني، وإنه علاقتنا حتكون جميلة وحتكون ممتعة وحتكون فيها هتلقي فيها السرور. فيقول لها: هل عندك عجب في إنه المختلف حيجتمع أنا وإنت نكون شيء واحد ويجتمع أجسادنا؟ فتقول له: فلان وفلان مختلفين واجتمعوا، فأنا يعني فقدت روح الإعجاب في هل المختلف يجتمع. وبعد ما شهد لهم المجتمع بزواجهم، هذا فيه إغرار، لأن الجماع شيء حقيقي يكون بغض النظر عنه، هو شيء عجيب، لأن الناس دائما بتنظم الأشياء مع المتشابه، يضعونه مع بعضهم. لو في سكر بكبوه في معون السكر، لو في ملح بكبوه معون الملح، لو في شمار بكبوه في معون الشمار. فيقول: فسدت زوجتي علي. بعد ما يسمع انه تقول له: فلان وفلانة أغر هما مختلفين واجتمعوا، ليس أولاد عم، غير غريب صادف بها في السوق وتزوجها، والمجتمع أغر إلى زواجهم وسجلوه في السجل المدني للحكومة وللجيش والبوليس. فتقول له: هذا إقرار إنه المختلف يجتمع. وتقول له: آسف والله، أنا لا أقدر أن أقول لك أوريك إن شعوري أنا مستعجبة، أو إني ما مصدقة إنه أنا وإنت خلاص اجتمعنا في بيت واحد وحيكون بيننا الجماع. فيقول ابن عمها: فسدوا علي بنت عمي، فسدوا علي شرف بنت عمي، شرف فسدوا علي براءة زوجتي، سرقوا مننا الإحساس الاستعجاب بالجماع والزواج. وكذلك الرجل الكبير في المجتمع يسمع يقال له: فلان وفلانة مختلفين اجتمعوا، فيكون في الرجل الكبير في المجتمع الشيخ أو العجوز، فيقال له: فلان وفلانة مختلفين واجتمعوا، فلان وفلانة مختلفين ما بيبقوا لبعض وتزوجوا. فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف الكلام ده يكون؟ أيوة، أنا رجل بقيت في سني في السبعينات والثمانينات، تيجي تقول لي فلان وفلانة اجتمعوا مختلف اجتمعوا، تقول لي بوصف الجماع، وأنا ليس فيني مقدرة الزواج والجماع، بتحنكوني بالدنيا، ما بتحترموا كبري وعجزي في الجماع والزواج. فقال الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء إنه الطفل الصغير براءته تنتهي، الفتى العروس عذريتها تجرح وتسلب من عجبها بالاختلاف وبود عمها، إن الناسك يذكر بالجماع والنجاسات فيتغير قلبه سبحان مغلب القلوب. قال رسول محمد صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصابع يد الله يغلبها حيث يشاء. فيتغير قلبه من التقرب إلى الله والتسبيح والتقديس إلى الكلام إلى ال إلى سماع قول المختلف والجماع وعملية الجماع والزوج والتزويج والعشرة والمعاشرة. فكل هذا الفساد اللي بيكون في زواج واحد غريب في قرية أو في بلدة أشهر أهله، يكون فيه فساد في المجتمع، يكون في الدرويش وفي الفتى وفي الطفل وفي الكبير.
فقال الله سبحانه وتعالى في هذا النمط، قال الله: الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إنه يحصل زواج بين غريب، والله منع زواج الغريب في سورة الأحزاب الآية 52، قال الله: لا يحل لك النساء من بعد. وفي آيتين قبلها قال الله: أحللنا بنات عمك، بنات عماتك، بنات خالك، بنات خالاتك. وقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. إنه زواج الغريب وزواج أولاد العم، زواج القريب وزواج أولاد العم هو الزواج الصحيح عند الله، هو الزواج الفرض، هو سنة الله ورسوله. وفي نفس هذه الصورة قال الله: سنة الله ورسوله. فحرم الله زواج الغريب حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، حتى لا يكون في الفحش، ولا يكون في المنكر، ولا يكون في الزنا، ولا يكون في اللواط، ولا يكون في العار، في كشف العلاقة الزوجية من خلال القول بأن فلان وفلانة مختلفين واجتمعوا، يقصد فلان وفلانة ما أولاد عام وقدروا تزوجوا بقوا حاجة واحدة في بيت واحد. وقال الله في القرآن إنه في زواج الغريب ده بحيندموا عليه ندم 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 شديد خلاص يوم القيامة. الناس اللي بيعملوا زواج الغريب، فلان وفلانة اتزوجوا، فلان وفلانة مختلفين واجتمعوا، فلان وفلانة مختلفين وتوحدوا في زواج، قال الله سوف يندموا عليه ندم 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 شديد خلاص. إنهم قال الله في سورة الفرقان الآية 28، قال الله: يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الخليل هو الزوج والصاحب المقرب شديد، والزوج أحيانا الله قال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يوم المرء يفر المرأة من أمه وبيه وصاحبته وبنيه. فالصحبة والخليل مرات في القرآن يقصد بها الزوج. وقال الله: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إنه الله حيندم، يا ويلتي من الويل، شدة العذاب، شدة انتقام الله عليهم، شدة لعنة الله عليهم، شدة غضب الله عليهم، شدة عقاب الله عليهم، شدة إيذاء الله لهم وعقابهم وعذابهم. يقول الله إنهم يقولون: يا ليتني، يا ويلتي، ويا ويلتي. والويل يقال وادي في النار. يا ويلتي، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وكلمة فلان باللغة العربية يقصد بها الإنسان المجهول، لا يعرف اسمه، يقال فلان. يعني فلان بمعنى فانا له أعين، أعيني فالا له أعيني، بس فأل ساي إن قلت أنا بعرفه. فهو إنسان غريب، إنسان في المستشفى، إنسان لقيته في السوق، إنسان لقيته في محطة الباص، إنسان جار لأهلنا لا أعرفه، هو فلان فالا أن أنا أعرفه. فقال الله حيندم ويقولون: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي زواج الغريب في الدنيا دي بلقوا المشاكل، لأنه إنسان غريب ليس بينك وبينه التعاهد الحياة المسبق كما في الأرحام. فزواج الغريب لأنه يأتي بالإلحاد، لذلك هو يأتي بالويل، والويل هو التوالي، والويل من كلمة الولي أو التوالي، وهو شدة العذاب واستمراريته من غير فرصة للراحة والاستجمام. إنه عذاب بعد عذاب، عذاب بعد عذاب. وقعوه من هاوية في النار، شربوه ماء يقلي غلي البطون، كبوا عليه من السموم، شربوه من العرق والأوساخ الخارجة من جسمه، كله بس يتوالوا في عقابه. وهو من معاني الويل، لأنها كلمة تشبه الولي والتوالي، وهو من شدة الغضب ومن اللعنة، لأن اللعنة فيها عدم الرحمة. وإنه هم قالوا بالإلحاد وعملوا اللواط الأصغر، إنه
عملوا لواط معاني لواط في أنثى. فزواج الغريب هو من اللواط، لأنه القريب فيه معنى الأذى، فأنثى الرجل الغريب لذلك يقصد به دبره، الشكل الأنثى، الفراغ، الدائرة الفارقة في جسمه أنثته السيئة. ولذلك كلما البيت كانت سيئة السمعة، وكانت سيئة الأخلاق، وكانت سيئة المنظر والشكل، بيت زرقاء وشعرك صار وخشن وملامحها شينة زنجية وأخلاقها قليلة أدب، ضارب الأولاد في الشوارع، بتسب البنات السمحات وبتغير عليهن وبتأذيهن، كل ما كانت هذه الأنثى سيئة كل ما ذكرت بدبر أبوها، وإنها هي رمز لدبر أبوها. وعندما يطأها هذا الرجل الغريب هو تغرب إلى أبوها، لكن لأن أبوها لا يمكن له أن يجتمع معه في الجماع اللوطي لسبب تحريمه في القانون وشدة العقاب في الموت من القانون والسلطات الحكومية، فيتغرب إلى الرجال ببنته، زي ما كانوا الكفار المشركين يصنعون الأصنام يقولون تغربنا إلى الله زلفة، فنهاهم الله عنها. وكذلك نهى الله عن زواج الغريب وقال لا يحل لك النساء من بعد، وقال الله ولا حتى أن تبدل، يعني تكون بدل اللواط، يتزوج أنثى رجل غريب تغربه من معاني اللواط، نهى عنه أيضا كما نهى عن عبادة الأصنام تغربا إلى الله. فكانوا في عبادة الأصنام يشكلون الوجه الإنساني الحنيف، الأنف والفم غير مجتمعين لقول الطهر، فيثبتونه في الحجر فينحتون منه صنم فيه شكل الوجه الإنساني الحنيف، ويعبدون هذا التمثال إله آخر، يعني يثبتون هذا معنى الوجه الحنيف، يقولون الشيء الذي ثابت فيه معنى الطهر، ويشاركونه مع الله، يعبدون هذا الصنم ويعبدون الله. فهو شيء كان انحراف من دين سيدنا إبراهيم، ولكن كان في مكة أيضا في نفس الوقت الذي يعبدون فيه الأصنام، كان في مثال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب لم يسجد وجههم لصنم، كرم الله وجههم، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان حنيف شديد في الحنف، رفض هذه البدع في الدين الحنيف في عبادة الأصنام والوجه وشكل الوجه، يعبدونه إلها آخر مع الله لمعنى الطهر الذي فيه، لأن الوجه الإنسان الحنيف فيه معاني الطهر، فيه الأنف تشابه الذكر وفيه الفم يشابه الأنثى، مستبعدين وعدم جمع بينهم، فهو لمعنى الطهر. فكانوا يشكلون الوجه الإنساني في الحجار وفي الخشب في شيء ثابت، يقولون الشيء الثابت فيه معنى الطهر وعدم التقاء المختلف، ونقول هو إله مع الله ونعبده مع الله. فهذا العبادة التي لم يأمرهم بها الله فيها اشتراك مع الله، وقال الله إن الله غني عن الشريك، يعبد الله الحقيقي فقط الذي يرمز له الوجه الإنساني الحنيف، ولا يعبدون معه إلها آخر، صنم أم إنسان، لأن النصارى يعبدون عيسى بن مريم الإنسان الذي ولد من طهر تغربا إلى الله الطاهر القدوس. فلذلك كما أن الأصنام كانوا يرمزون بها الله فيعبدونها مع الله، زواج الغريب يرمزون به اللواط ويكون عمل بدل اللواط، قال الله أن تبدل. واللواط هذا العاجب فيه شنو؟ اللواط عاجب فيه شنو؟ إنه شاقيانين فيه كده، دي مع أدمالقوه إنه صرحا مع الرجال محرم وغير قانوني وغير طبيعي وغير إسلامي، وإن الله عاقب قوم لوط شد العقاب، لماذا لسه داير إنه؟ لأنه الرجل سمح إنه في طبيعة الحياة إنه الله خلق في جمال في الرجال، فالرجل عنده الشنب وعنده الدقن، الشنب يفصل بين الأنف والفم لمعنى شدة الطهر، والدقن شعر يقوم في منطقة اللح وهو اللحية اللي هو حياء
الشعر دائريه في الحنك الأسفل، حتى عندما الحنك الأسفل يقارب ويجامع الحنك الأعلى يكون هذا الشعر يرمز إلى طهر، يكون في الجماع في الحنكين. والرجل فيه القوة، والرجل من صدره وأكتافه كبير يذكر إلى عظمة معنى الوجه الحنيف، وفيه صغر في منطقة الحوض ففيه قلة معاني الأذى في العورة، ووجود الذكر الذكر في الرجل، كله أفكار جميلة يعني تعرفها النساء، لأنه هني الله يعطي فيهن الشهوة التي تقربهم إلى الرجال ويتزاوجون الرجال ويلدوا من الرجال ويجامعون الرجال. ففي بعض الرجال قال الله يأتون الرجال شهوة دون النساء، إنه في رجال فقد فيهم الانجذاب إلى النساء وشهوة النساء ورؤية الجمال في النساء وتعظيم النساء في نفوسهم، ولكن شنو كأنه أنثى يستعجب ويعجبه الخلق الرجالي الخلق الذكوري في معاني العطاء فيه والقوة، فيقول فيعجبه الرجال يريد أن يلمسهم ويريد أن يجامعهم ويكون معهم ويتوحد جسمه مع جسمهم ويكون لهم أدنى منهم ويدلعهم ويعطيهم ويأخذ منهم. فعملية الجماع مع بين الرجال في اللواط، والرجل يتزوج بأنثى رجل غريب تكون رمز هذه الأنثى، تكون كبري بيناتهم، كبري مودة وصداقة ووفاء لتقوية علاقتهم علاقتهم اللوطية. يعني مثلا حتى في النساء اللواط بيكون إنه في نساء يحبن النساء الأخريات ولا يحبن الرجال، يعني مرات واحدة يعني تلاقي بنت تعجبها تقول لا أتزوجك لأخوي، ما دام أنا محرم وغير قانوني أتزوجك وأجامعك، يجامعك أخي أو أبي أو عمي أو خالي أو ود عمي فيكون بمثال جامحتك أنا. فنفس الشيء في اللواط، الرجال يحبون الجماع مع الرجال لكثرة الخير في معاني الرجال والجمال الرجولي الذي فيه معاني العطاء ومعاني القوة ومعاني الطهر ومعاني السيادة ومعاني قدرة الحياء. فهم دائما بيكونوا رجال ضعاف يريدون أن يكونوا في علاقة مع رجال ليعينونهم في الحياء ويساعدونهم زي رشوة كده، دي يساعدونهم يعني، وهو محرم اللواط. الله أقر بالوجه الإنسان الحنيف لوجود الأنف التي تشابه الذكر والفم الذي يشابه الأنثى، إن الجماع يكون بين الذكور والأناث في الدين الإسلامي شيء رسمي، وفي العروبة وفي الإنسانية. ولذلك العلاقة زواج الغريب هي فيها معاني اللواط، وأهمها في عدم الخلق، لذلك لمعاني عدم الخالق، وهي معاني الإلحاد التي ينكرها الدين الإسلامي. والإلحاد من أكبر الذنوب، والشرك بالله والكفر هو من الكبائر، أما الإلحاد فهو أكبر كبيرة، الإلحاد ليس بعده ذنب يحسب، فهو أكبر ذنب، فهو أكبر معصية، فهو أشر شيء يمكن أن يكون في الناس، إن الإنسان لا يؤمن بوجود إله كامل الطهر القدوس هو الله رب الإسلام.